السلام عليكم جميعا، أتمنى إن شاء الله إن حضرتك تكونوا بخير وبسلامة. Today I will explain how to use Zoom and how to use Moodle. Now we are all in Zoom meeting and إن شاء الله when we will start the institute we will start like what you have today. We start session at 4 p.m. in Cairo time, and you should enter to the meeting area 30 minutes. We put all the participants in the waiting room because we start sharp in the time. And we also get the registration to the session. At the first, I need to mention that you should sign in Zoom with your listserv email, Google email, because we make some separate rooms called breakout rooms, and we will try it now. It's easy to make the breakout rooms if you sign up, or sign in with Google listserv in Zoom. If you don't have a Zoom account, please try to sign up a Zoom account. And you will have in our channel how to sign up in Zoom. If you have an account in Zoom, please make sign up with a Google account, okay? Or send this account to me if you cannot make sign up with your Google account. You should, like I mentioned, to make a sign in Zoom account, and when you enter the room in the specific time, all the mic should be muted, and if you have any technical problem, please send it in the chat in Zoom, or send it in the WhatsApp to me or to Hamza in private WhatsApp. If you have any question in the session, or you need to speak with the faculty, please use the function raise hand to speak. And now we can try it now. Can anyone to volunteer to raise his hand or to raise her hand? Okay, go on, Dr. Umay. You can speak now. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا بخصوص الزوم أكاونت، أنا عندي بإيميل الجامعة، هل أغيره على الزوم الإيميل الستيرف يعني الفيمر؟ إحنا دلوقتي لما أنا باجي بدخل على الزوم أو حضراتكم بتدخلوا على الزوم، أنا بيبقى عندي تقسيمة للبريك أوت رومز كأكتيفيتي بتبقى موجودة في السيشن. فعشان انا اقسم حضراتكم مسبقا بقسم حضراتكم في الزوم حاجه اسمها بري اسايند بريك اوت روم، يعني من قبل ما حضراتكم تدخلوا بتتقسموا، تمام؟ فعشان كده بحتاج من حضراتكم ان حضراتكم تعملوا بايميل بتاع الليست سيرف عشان متاكد ان حضراتكم بتفتحوه، او اللي عنده اكونت على زوم ومش عايز يعمل اكونت على الليست سيرف يبعت لي يقول لي يا وليد ده الاكونت اللي انا هدخل بيه على الزوم، فاعمل بيه البريك اوت روم او حطني بيه. فضروري جدا ان حضراتكم تبقوا عاملين ساين ان بايميل انا عارفه مسبقا عشان خاطر التقسيمه. فده هيبقى مهم بالنسبة لي، لأن لو حضراتكم ما دخلتوش مثلا بالإيميل بتاعكم، أو حضراتكم ما عملتوش ساين إن بالإيميل اللي موجود عندي،
اول حاجه هو بيطلب من حضراتكم في الاول، بيطلب ريجستريشن، ده اول مره بتحصل، وبعد كده حضراتكم بتخشوا. لما اجي بقى بقسم جوه وحضراتكم مش داخلين بالايميل، ده بياخد مني وقت طويل عشان اعمل التقسيمه. دكتور صفا، اسف. طيب انا مش عارفه بصراحه الزوم بتاعي دلوقتي بانهي ايميل. انا عندي 3 ميلز، فانا مش عارفه انهي واحد اللي انا بدخل بيه في الزوم. هو دلوقتي بيبان قدامي يعني يعني صفا حمدي مثلا، يعني في اللي هو التايتل او اللي من بره ده اسمه ايه، تمام، لكن انا مش طيب عارفه الايميل بصراحه. اعرف ايه ازاي بقى، ولا المفروض اعمل ايه؟ تمام. عشان حضرتك قدام حضرتك حاجتين، اول حاجه ان حضرتك تعملي ساين اوت من الايميل بتاع الزوم، فهيطلب من حضرتك الايميل، فحضرتك هتجربي الايميل بتاع الجيميل، لو هو نفع يخش بيه يبقى خلاص حضرتك عامله ساين اب قبل كده بالايميل بتاع الجيميل، ما نفعش يدخل بيه يبقى حضرتك هتبقي محتاجه ان احنا نعمل ايه، ساين اب على الزوم بالايميل بتاع الجيميل بتاع حضرتك اللي حضرتك بتخش بيه في الليست سيرف. طيب وحضرتك بتقول ان لو دخلت بايميل تاني ابعت الايميل لحضرتك، يبقى معاك مسبق لا صح؟ ايوه، يبقى معايا مسبقا، يعني لازم حضرتك من قبلها تقولي يا وليد انا مش عايز اعمل ايميل على الجيميل، فعايز ادخل بالايميل ده، وانا اوريدي انا عامله ساين ان او عامله ساين اب بيه، وخلاص انا ما عنديش مشكله. يعني ما فيش ميزه في الايميلات بتاعت الجيميل اكتر من ان انا عندي كل الايميلات بتاعت حضرتك. طيب خلاص، يبقى انا الواحد نشوفه يعني ونبعت اتاكد منه وابعت لحضرتك الايميل بتاعه اللي هو بتاع الزوم صح؟ تمام، انا كنت بقول لحضراتكم احنا ان شاء الله هنشتغل على برنامج الزوم، ومحتاجين حضراتكم تعملوا ساين اب او ساين ان بالايميل بتاع الجيميل بتاع حضراتكم. لو حضراتكم عندكم ايميل على الزوم انا محتاج ان انا اعرفه، لو حضراتكم مش عايزين تعملوا ايميل او مش عايزين تعملوا ساين اب على الزوم. لو حضراتكم ما عندكمش ايميل على الزوم انا محتاج حضراتكم تعملوا ساين اب على الزوم بالايميل بتاع الليست سيرف بتاع حضراتكم عشان انا عندي لسته بيهم. دي نقطه. النقطه الثانيه ان كل المايكس اول ما حضراتكم تبداوا لازم تبقى مقفوله، فلو في مشكله تكنيكال عند حضراتكم حضراتكم تبعتوها في الشات، او حضراتكم تبعتوها برايفت على الايميلات على الواتساب بتاعي او بتاع هبس. لو في حضراتكم محتاجين تتكلموا حاجه ليها علاقه بالسيشن او حاجه ليها علاقه بماتيريال او ما يدور جوه السيشن، حضرتك بتشتغل بالفانكشن بتاع الريز هاند، تمام، وبعد كده يعني على حسب المجريات بتاعت السيشن بيترد على حضراتكم. هل في حد من حضراتكم مش عارف ازاي يستخدم الريز هاند؟ Did anyone doesn't know how to use raise hand in Zoom؟ كلكم عارفين ازاي تعملوا raise hand. The third thing, we need all the participants to open his or her cam because it's a very important thing to start your video or to start your cam in Zoom. Okay? If you need to use your camera or mic or headphone, you have the time to test your camera and test your mic and test your make the breakout rooms. And I will separate you in different rooms now. Okay. أنا هعدي على حضراتكم إن شاء الله، أنا هوزع حضراتكم على 4 غرف، هعدي على حضراتكم دلوقتي. خلاص غرفة غرفة سريعا. I will separate all the participants in 4 rooms in breakout rooms to know the technique of breakout rooms. احنا هنطلع لها دلوقتي. سانو اهلا اهلا يا دكتوره نجوان، ازيك؟ الحمد وحشاني. لله، وانت اكتر عامله ايه؟ الحمد لله، الله يخليكي. السلام عليكم جميعا. احنا دلوقتي في البريك اوت روم، زي ما حضراتكم شايفين في حاجتين مهمين جدا لازم حضراتكم تبقوا عارفينهم. اول حاجه ان حضراتكم تشوفوا الروم اللي انتوا فيها ايه.
لان ساعات في هيبقى في اكتيفيتي لحضراتكم هيتقال مثلا يا جماعه روم A1 او روم 1 او اي ما يكون اسمه روم، يا جماعه اطلعوا دلوقتي اعملوا برزنتيشن، او مين اللي هيبرزنت الاكتيفيتي اللي كانت موجوده سواء كانت اي ما يكون. فحضرتك هتبقوا متفقين من الاول ان سين هو اللي هيبرزنت الاكتيفيتي، فانتوا تبقوا عارفين انتوا الروم بتاعتكم ايه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، حضراتكم بتخشوا الروم بطريقه من الاثنين، يا اما اوتوماتيك يا اما بيجي لحضراتكم مسج او بوب اب مسج زي ما ظهرت لحضراتكم دلوقتي بيقول لكم ادخلوا فيها الروم. مهم جدا ان اول ما تظهر لحضرتك المسج دي حضرتك تجوين الروم بتاعت حضرتك. لو احنا قسمنا المجموعات وحضرتك لاي سبب من الاسباب الانترنت عند حضرتك فصل او حضرتك خرجت من الروم، حضرتك هترجع في المين روم. فلما حضرتك ترجع في المين روم احنا اوتوماتيك بنبقى عندنا مونيتورنج على حضرتك وبنرجع حضرتك تاني الروم. دي بتبقى زي زوم مصغر لو في اكتيفيتي حضراتكم هتعملوه. انا هستاذن حضراتكم هروح الروم التاني عشان اقول نفس الوقت لو في اي ديسكشن حضرتكم حابين تعملوها اتفضلوا. بعد اذن حضراتكم. شكرا. لا. السلام عليكم. اهلا. يا رفقاء. المهم يبقى عارف الايميل اللي بتخشي بيه على خلاص. تمام. متهيألي. اوكي. والنقطة الثانية ان احنا ازاي يعني لما تقولي حاجة ريز هاند بلاش يعني نبقى المايك مقفولة. طبعا. تمام. في حاجة تانية يا جماعة. كاوت رومز احنا ندخل. في حاجة عدت عليا اللي هو بيقول نص ساعة قبل السيشن نبقى جاهزين صح؟ ولا بيقول كان بيقول ايه؟ صح يا دكتورة صفا. عشان نختبر يعني الكام ونتاكد من الحاجات دي ونعمل ريجستريشن صح كده يا استاذ وليد؟ ده هيبقى اول مره بس يا دكتوره صفاء حضرتك يا دكتوره صفاء اسف حضرتك هتعمليها تمام. لكن بعد كده حضرتك كل ما تدخل حضرتك بدري كل ما يكون افضل، لان انا بعمل حضرتك بتخش على الويتنج روم وبعد كده بعمل ادميت اول للناس كلها، وبالتالي اول ما احنا مثلا ميعادنا بنبدا الساعه 4 بنبدا يعني 4 بالثانيه بنشتغل، فاهم حضرتك ازاي؟ فعشان حضرتك تبقي مجربه وكل حاجه تبقى شغاله، انت عارفه حضرتك مثلا ممكن تبقي قاعده طول اليوم النت شغال والكمبيوتر شغال وكل حاجه وتيجي حضرتك قبل السيشن تلاقي النت مش شغال، فاهم حضرتك ازاي؟ فتقدري حضرتك تتصرفي مثلا تفتحي الموبايل داتا او تغيري المكان او هتقدري حضرتك في النص ساعه دي تشوفي المشكله في ايه. تمام. ما امكنش حضرتك حاولي على الاقل ب 10 دقائق ان حضرتك تبقي موجوده، لكن اول مره حضرتك قبليها بنص ساعه حضرتك جربت الكاميرا جربت المايك عملت تيست ليهم هو بيطلعوا البرنامج اوريدي تبقي حضرتك جربتي كل حاجه عند حضرتك. تمام. طيب استاذ وليد من فضلك حاجه واحده كمان. اتفضلي. الزوم بقى ميتنج بيكون ممكن عن لاب عن على لاب او على موبايل ولا لاب فقط؟ لا لاب فقط. لاب فقط لان هيبقى في اكتيفيتي هتبقى ممكن حضرتك تشتغلي اون ذا سبوت في الوقت اللي انتوا شغالين فيه على طول. بنحتاج اللاب كامكانيات وكتحكم لحضرتك بيبقى افضل كفيو لان حضرتك فيه ماده بتتشرح وكده. تمام. اكيد انا مثلا يعني لسه راجعه في الطريق ممكن اشغله الاول على الموبايل وبعدين ابقى ارجع اشغل اللاب ولا هو اتمنى ان ده يبقى في اضيق الحدود يعني اتمنى طبعاً. ان ده يبقى في اضيق الحدود يعني لو في مره كده بس ربع ساعه على ما الواحد يروح. تمام. طيب انا بس حابب اقول لحضراتكم على حاجتين مهمين جدا في البريك اوت رومز. اول حاجه ان حضراتكم تبقوا عارفين الروم اللي انتوا داخلينها، هتلاقوا الروم دي مكتوبه عند حضراتكم فوق سواء روم مثلا 2 او روم بي 1 بي 2 على حسب ما يكون، لان هيطلب من حضراتكم مثلا لما تتقسموا على روم يتقال مثلا احنا عايزين حد من روم بي 1 او عايزين او وات ايفر روم اسمها ايه يطلع يتكلم او يطلع يبرزنت الاكتيفيتي اللي كان مطلوبه منه. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه هيبقى مطلوب جدا من حضراتكم ان لما ادخلكم البريك اوت روم ساعات انا بعمل اوتوماتيك حضراتكم بتخشوا اوتوماتيك من غير اي تحكم من حضراتكم، وساعات بيطلع لحضرتك او لحضرتك مسج يقول لحضراتكم جوين ذا روم.
تمام. فاول ما تطلع المسج دي استاذ حضرتك تدوسه بسرعه جوين ذا روم. طيب انا دلوقتي لو شغال في البريك اوت روم والانترنت فصل عندي لمده 10 ثواني، طلعت من الميتنج ودخلت تاني، لما حضرتكوا بتطلعوا وتدخلوا تاني بتخشوا على المين روم، مش بتخشوا على البريك اوت روم بتاعتكم. انا بيبقى عندي تقسيمه المجموعات ومعايا التيم شغال، فلما بنلاقي حضرتكوا خرجتوا بنرجع حضراتكم الغرفه بتاعتكم تاني، فما تقلقوش. تمام. انا بس طب استاذ وليد بعد اذن اتفضلي حضرتك، اتفضلي. احنا لازم نفتح الويب كام طول الوقت؟ اه لازم على الاقل، على الاقل لما حضرتك تيجي تتكلمي، لكن هو في الجايد لاينز بتاعتنا لا لازم حضرتك فاتحه الكام على طول. طب بس النت بيهنك لما كل ما لو عشان كلمني. كده لا عندي انا مش هيهنج، لان انا البرودكاستنج بيحصل من عندي انا، فانا عندي السرعه عاليه جدا. حضراتكم كناس داخلين الميتنج لا ما بيحصلش عندكم حاجه، وما بيأثرش عندكم في الانترنت خالص، لان الكلام ده احنا يعني جربناه، واحنا كان عندنا قلق من الاول ان انا عندي سنه كل اولى مره بخش، كل مره بخش للطلبه تمام بضطر، هم نفسهم بيقولوا لي نقفل الكاميرا عشان تمام ده حاجه، ده حاجه سليمه. بس اتوقع ان حضرتك بتخشي على المايكروسوفت تيمز. وساعات زوم. المايكروسوفت تمام، المايكروسوفت تيمز اتقل شويه لان هو فيه فانكشن اكتر، فعشان كده احنا شغالين بالزوم عشان هو اخف. لو حضرتك لقيتي هيبقى فيه مشكله عند حضرتك في الانترنت او اي حد من حضراتكم، خلاص حضرتك هتقفلي الكاميرا، لكن هيبقى مطلوب من حضرتك يعني لازم تشتغل لما حضرتك تتكلمي او لما حضرتك تخشي في بريك اوت روم. السلام عليكم دكتوره صارت. ايوه مستر وليد، اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ انا خلاص اهلا. دخلت. اهلا وسهلا. اوكي هو طبعا بس حضرتكوا اتاخرتوا في الدخول من الويتنج روم عشان خاطر حضرتكوا دخلتوا متاخرين، واحنا اوريدي قسمنا بريك اوت رومز. هقول لحضراتكم سريعا كده ايه اللي انا قلته قبل ما حضرتكوا تدخلوا، وبعد كده احط حضراتكم في البريك اوت رومز. احنا دلوقتي ان شاء الله شغلنا هيبقى على برنامج زوم زي ما حضراتكم عارفين، وده اللي انا بشرحه دلوقتي سريعا. انا عارف حضراتكم طبعا اوريدي عارفين برنامج زوم، بس انا يعني ايه هشرح الموضوع. بعد ما نخلص ان شاء الله برنامج زوم هننتقل للمودل ونشرح المودل. بالنسبه لبرنامج زوم، انا كنت لسه بقول ان احنا محتاجين حضراتكم تعملوا ساين اب بالايميل بتاع الجيميل بتاع حضراتكم بتاع الليست سيرف على زوم. وسبب كده ان احنا محتاجين ان احنا بنشتغل بتكنيك اسمه بريك اوت رومز. البريك اوت رومز دي بتحتاج مني بري اسايند ليها عشان اعرف اقسم حضراتكم في الرومز. فبعد اذن حضراتكم لو انتوا اوريدي عاملين ساين ان بالايميل بتاع الجيميل بتاع حضراتكم على الزوم تمام، فحضراتكم خلاص مفيش مشكله. لو مش عاملين حضراتكم اعملوا ساين اب على الزوم، وانا في فيديو انا شارح على اليوتيوب ازاي حضراتكم بتعملوا ساين اب. لو حضراتكم عندكم ايميل على الزوم اوريدي خلاص مفيش مشكله، حضراتكم ابعتوا لي الايميل ده عشان انا اسجله عندي على برنامج الزوم عشان حضراتكم تقدروا تدخلوا وتتقسموا في المجموعات بتاعت حضراتكم. دلوقتي احنا في بعض الحاجات محتاجينها من حضراتكم. اول حاجه ان اول اتمنى ان حضراتكم تخشوا بدري نص ساعه، يعني حاجه الساعه 3:30 حضراتكم تخشوا وتجربوا الويب كام، تجربوا السماعات، تجربوا الكاميرا، لان احنا هنبقى محتاجين الكاميرا شغاله على طول. السلام عليكم دكتور ايمن. السلام عليكم وبركاته، ازيك استاذ؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. هقول بس سريعا كده دكتور ايمن اللي انا كنت بقوله، ان احنا محتاجين حضراتكم تعملوا ساين اب بالايميل بتاع الجيميل بتاع حضراتكم على برنامج الزوم عشان احنا بنقسم تقسيم على الزوم اسمها بريك اوت رومز. لو حضرتك عندك ايميل اوريدي على الزوم، حضرتك او حضراتكم هتبعتوا لي الايميل ده عشان انا اسجله عندي. لو حضرتك ما عندكش او حضرتك حابب تسجل بالليست سيرف بالايميل بتاع الجيميل بتاع الليست سيرف، خلاص ما فيش مشكله وحضرتك خش يعمل بيه ساين اب.
كنت بقول بقى في حاجات مهمة جدا محتاج حضراتكم تعملوها، إن حضراتكم أول حاجة تدخلوا على الاجتماع اللي هيبدأ أول بس السيشن اللي هي ري انتري، زي ما موجود عند حضراتكم في الجدول وهوري حضراتكم الجدول برضو تاني. محتاج حضراتكم تخشوا قبليها قبل المحاضرة بنص ساعة عشان خاطر كل واحد يتأكد إن المايك بتاعه شغال، إن الكاميرا شغالة، إن مفيش مشكلة في السماعات بتاعته وكده، كتيست أخير قبل ما يبدأ الاجتماع بحيث لو في أي مشكلة يلحق يكون عنده وقت إن شاء الله يتصرف فيها. الحاجة التانية إن إحنا على طول المايكس بتاعتنا ميوتد، ولو في حد عنده تكنيكال بروبلم بيبعتها في الشات بتاع الزوم أو بيبعتها لبرايفت أنا أو همسة على الواتساب. لو في عند حضرتك اي حاجه محتاج تتكلم فيها في السيشن، حضرتك بتستخدم الفانكشن اللي هو بتاع ريز هاند وبتبدا حضرتك تتكلم. يبقى انا لو عندي مشكله تكنيكال هبعت على الشات او هبعت على الواتساب. لو انا عندي بقى عايز اسال سؤال، في حاجه مش فاهمها، في حاجه مش واضحه، ما سمعتش، او ابعت حضرتك على الشات او ريز هاند وهيسمحوا لحضراتكم تتكلموا. انا دلوقتي هوزع حضراتكم على البريك اوت رومز، تمام؟ هحط حضراتكو في روم ثلاثة. وعليكم السلام. I make four breakout rooms and I should enter every room and I take some time to make some admit to the participant. We need two important things to do in the breakout room. The first thing, you should know your room. What is the name of your room? Like this room called room 3. اوكي اتس فيري. احنا ما عرفناش. نعم ما عرفناش ان احنا غرفه مكتوب فوق هي غرفه 3. The name of the room it's up the page. اوكي this is very important when the faculty need someone to present in the main room. The second thing, if you have a pop-up message to join the room, please accept joining the room first, okay? Because it's very important to move to the room. If you have any trouble in the breakout room, like your connection lost, or you have any trouble and you go out from the room, you re-enter the meeting again and you will put in the main room. When we see you in the main room, we take you and put it you in the, in your room. I will go now in the last room and all the participant will be in the main room in 3 minutes. Thank you. And if anyone have a question, please ask me. طب في حاجة تانية لما هنرجع تاني ولا خلاص؟ المودل هشرح المودل. I will explain the model in 5 or 6 minutes ان شاء الله. طب معلش دكتور وليد او استاذ وليد، انا هو بس سؤال، احنا هنفضل كل السيشن يعني 3 ايام كل اسبوع فاتحين الكاميرا كل الساعتين؟ تمام. ده بيأفكت الكواليتي بتاع النتورك بس. تمام. هي كانت دكتوره نجوى كانت برضه بتقولي نفس الموضوع. فهو لازم حضرتك تبقي فاتحه الكاميرا معظم السيشن، تمام؟ لو الموضوع هيبقى فيه مشكله عند حضرتك في الانترنت او هيأثر على الانترنت، يبقى في حالتين لازم حضرتك تفتحي فيهم الكاميرا. اول حاجه في لما حضرتك تيجي تتكلمي، يعني حضرتك عملت ريز هاند وحضرتك عايزه تسالي على حاجه او حضرتك سالت حاجه لازم الكاميرا تبقى مفتوحه. الحاجه الثانيه وحضرتك في البريك اوت روم لازم تبقى مفتوحه. اوكي. احنا مش عندنا الخميس سيشن؟ don't we have Thursday؟ عندنا yes. يوم الخميس. السلام عليكم. في البريك اوت رومز ايه هما؟ ان احنا محتاج حضراتكم تبقوا عارفين اسم الروم بتاعت حضراتكم لما تدخلوا على الروم. محتاجين نعرف اسم الروم ليه؟ عشان خاطر بيطلب من حضراتكم ان انتوا تشرحوا حاجه، او انتوا مثلا دخلتوا اكتيفيتي معينه عشان مثلا تعملوا حاجه، وبعد ما دخلتوا تعملوا الاكتيفيتي دي هيطلب من حضراتكم ان مثلا هيتقال روم 4 بعد اذنكم حد يطلع يبرزنت، فلازم حضراتكم تبقوا عارفين الروم بتاعتكم، تمام؟ الحاجه الثانيه ان لما حضرتك او حضراتكم تدخلوا على
البريك اوت روم هيطلع قبل ما تطلع قبل ما تدخلوا يا اما بتخشوا اوتوماتيك يا اما بتطلع مسج كده بوب اب مسج يتقال لحضراتكم ان انتوا مدعوين ان انتوا تدخلوا الروم. فلما تيجي المسج دي بعد اذن حضراتكم تدوسوا جوين عشان تدخلوا الروم. الحاجه الثانيه لو افترضنا ان في اي مشكله حصلت عند حضراتكم في البريك اوت روم، يعني مثلا الانترنت فصل او حصل فيه مشكله في الكونكشن، حضرتك هتطلع من الاجتماع اعمل تاني جوين للاجتماع، هيدخل حضرتك في المينو ان شاء الله خلال دقيقة او اتنين هتلاقي حضرتك رجعت تاني دخلنا حضرتك في الروم اللي حضرتك المفروض تدخل. احنا دلوقتي البريك اوت رومز هتتقفل، ولو في ونرجع للمينو لو في اي اسئلة من حضرتك ياريت تتفضلوا تسألوه. اول سيشن لحضرتك ان شاء الله هتبقى يوم الخميس تمام زي ما هو موضح هنا في الجدول الري انتري تمام، والري انتري ان شاء الله هتبقى الساعة 6:30 بإذن الله بتوقيت القاهرة تمام. زي ما حضراتكم شايفين كده الجدول في ألوان حلوة. معلش يا أستاذة حضرتكم بس اللي المايك مقفول يفتحه، وتفضلي يا دكتورة نيرة اتفضلي حضرتك عايز تسألي سؤال. مساء الخير جميعا على حضراتكم، وان شاء الله عود احمد كده باذن الله وتبقى سيشنز موفقه. يعني انا بس في الاول انت قلت حاجه لها علاقه بالايميل والكونكشن عندي مش كويس، فما فهمتش خالص مطلوب مننا ايه. تمام. بص يا حضرتك يا دكتوره نيره، احنا بس طالبين من حضراتكم ان انتوا تعملوا ساين اب بالايميل بتاع الجيميل بتاع الليستسيرف تمام. لو حضرتك عندك اوريدي ايميل عامله بيه ساين ان على الزوم خلاص مش مطلوب من حضرتك غير ان حضرتك تبعتي لي الايميل ده اللي حضرتك عامله بيه ساين ان ومتاكده منه، عشان انا بعمل تقسيمه للبريك اوت روم بناء على الايميلات بتاعه الجيميل بتاع حضرتك تمام. تمام واضح، شكرا يا استاذ وليد. العفو العفو. الجدول اهو زي ما حضراتكم شايفينه، وان شاء الله في الري انتري هيبقى فيه برضه شرح تاني للجدول بس انا هقوله لحضراتكم كده سريعا. طبعا السيشنز اللي المفروض حضراتكم تحضروها اللي هي مكتوب جنبيها يير 2 بالازرق زي ما حضراتكم شايفين كده، مثلا في الاسبوع الاول اللي هو في فيز 2 مطلوب من حضراتكم ان انتوا تحضروا ثلاثة سيشن تمام. دي مطلوبة من حضراتكم تحضروها. السيشن كل سيشن ليها لون، اللون ده ليه الكالر كود بتاعه هنا اهو، فلما اجي اطلع الاقي اللون ده بتاع البروجرام اورينتيشن، اللون ده بتاع البي ام اي، اللون ده بتاع الاديوكيشنال ميثود وهكذا. فهنا حضرتك اهو هتلاقي مثلا السستيننج تشينج دي البي ام اي ومكتوب جنبيها يير 2، ومكتوب جنبيها هنا اهو الوقت بتاعها ميعادها هتبدا امتى وهتخلص امتى تمام. ده شرح سريع، انا مش عايز بس اخد من وقت حضراتكم كتير، وهقوله كده سريعا تاني بالانجليزي. This is our schedule and this is the session. We will start the first session at the re-entry تمام ان شاء الله. And every session has a code or color code. It depends on the theme. Like this. This theme called program orientation and this BME and this educational method. When you see this color, you should know your theme and you should know your session. At the first week to year two, you have three session, re-entry and sustaining change application and sustaining change program work. We will now move to the Moodle to explain how to use Moodle. At the first, you should sign in with your mail. This is the Moodle, like what you will see or like you already seen. And if anyone need to open
his model, you can do it right now. At the first, you will see the courses you need to go. And there are important thing, and it's total new. The model is different than you have in the last year, okay? The important thing, the upcoming events. In upcoming events, you will see all the things you should do with the time. At the first, you should see which video lecture for the sustaining change. And when you click on this, you click in the sustaining change to watch the video. When I click it, I enter the course. And like what you see here, you have a description and objectives. And online session. This is the link you will use to enter the online session in Zoom. And you will see your booklet and syllabus and handout and material and required reading. All the material and online videos you will find in this page. زي ما حضراتكم شفتوا احنا لما دخلنا على الـ upcoming events حضراتكم هتلاقوا حاجتين بتلاقوهم بتلاقوا watch the videos كassignment لازم حضرتك تشوف الفيديوهات بتاعتكم دي لازم تشوفوها قبل ما تخشوا الاونلاين سيشن الحاجة التانية حضراتكم بتلاقوا اللينك بتاع الزوم اللي حضراتكم هتدخلوا عليه زي ما حضراتكم شايفين هنا في اتنين لينك عشان المحاضره مقسومه على نصين في نفس الكورس فحضراتكم بتاخدوا اللينك ده وتدخلوا بيه على الزوم زي ما انا دوست كليك يمين وجوتو هيدخلني على طول ويفتح لي الزوم لما نيجي ننزل عند الحته بتاعه الفيديو ليكتشر when we enter the video lecture you should click on the lecture to see the video like that. This is the online session or the synchronous session. معلش بس بعد اذن حضراتكم اللي فاتح المايك يميوت بس عشان نسمع بعض كويس. This is a synchronous session. You should watch it before the online session دي حاجة مهمة ان حضراتكم تتفرجوا عليها قبل ما تخشوا على الاونلاين سيشن تمام وكل حاجة موجودة هنا حضراتكم تقدروا تنزلوها زي مثلا الماتيريال دي تنزل عند حضراتكم في الجهاز هي هتفتح دلوقتي معلش عشان هي مساحتها كبيره فايه واخده وقت شويه اهي تقدروا برضو حضراتكم اي حاجه محتاجين تشوفوها تضغطوا عليها السيلبس طبعا حضراتكم عارفينه والبوكلت وفور ذا مايلز عشان حضراتكم هتشتغلوا عليها اهي نزلت عندي لو في اي سؤال or if anyone have a question, please ask me what you need. طيب استاذ وليد من فضلك الدخول على الموديل هو نفسه الباسورد والحاجات بتاع المره اللي فاتت ولا ايه؟ بتاع السنه اللي فاتت؟ ايوه يا فندم هي مفيش اختلاف. جاست التغيير بس في الكونتنت او في الشكل بتاعه بس الموضوع؟ في شكل الكورس. اتفضلي دكتوره رجاء. السلام عليكم جميعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. My question is that I just want to explain about the time of entry to the Zoom itself. أنت كان تكلمت إنه we have to enter before half an hour مثلا يعني نحن إذا yes. كان we are going to start yes. at six نص ساعة قبل lecture. Yes, you should enter 30 minutes earlier. Just in the first session,
to test your mic and your camera and your headset or headphones, because sometimes you have trouble to connect with the internet. Also, you can switch to your mobile data. Okay. يعني لو the lecture is supposed to start at 6:30, I have to enter at 6 p.m. ده في أول سيشن بس، لكن بعد كده أتمنى أن حضراتكم على الأقل حضراتكم تبقوا داخلين قبلها بعشر دقايق، لأن أنا ببقى عامل admit all للناس كلها. وليد؟ أيوه. احنا كل يوم هندخل بنفس الزوم كونكشنز ولا كل ولا حتى كل يوم لي كونكشن مختلف؟ تمام. احنا طبعا كل يوم هيبقى فيه كونكشن مختلف. ده لما حضرتك تدخلي على الموديل، هوري حضرتك دلوقتي. انا هدخل اهو على الموديل، لا مش الاي جي دي. لما اجي انا هخش على الابكومينج ايفنتس، هلاقي لينك او هلاقي مكتوب لي اتندنج سيشن سستيننج تشينج، زي ما حضرتك شايفه. حضرتك شايفاها؟ شايفاها، ايوه عندك. كل سيشن يا دكتوره هنا هتلاقي ليها لينك على الزوم مختلف. دي نقطه. النقطه الثانيه، every session همسه send the link to join the zoom in the WhatsApp group. يعني اوكي طيب، we send it in the WhatsApp group and you will find it in the upcoming events and already in the calendar you will find this meeting. يعني لما انا اجي افتح كده زي ما حضرتك شايفه موجوده. كمان اي كورس حضرتك تدخلي عليه يا دكتوره هنا، لان اللي باين دلوقتي اللي احنا هنشتغله ان احنا بنفتح فيز باي فيز، فلما تيجي حضرتك تفتحي كده تمام، you will find the time okay to the okay. to start the course. هو كورس واحد، you will find you cannot find the re-entry course. It doesn't have any course in the Moodle okay, and every course you will find a course in the Moodle. هنا you will find the time okay, also the link. This is the link and okay. this is the time and this is the instruction you need to follow in the session. Okay? Okay. And this is the other session with the time. Okay? أنا كان في أفتح كده. دكتورة أميمة تفضلي. أيوة يا أستاذ وليد. Please, I ask about the time. You said at 6 p.m. but it's right as 4 p.m. 16 at Cairo time. 16 is 4 p.m. I want to make sure what's the time. You said okay. 6 p.m. Okay. Yeah. I say the time for example and you will find the right dates in the schedule and in the Moodle. If you see my schedule now on the screen, can you see it? Yeah. This is the schedule with the actual time you need to attend. Okay? Okay. You will find... And this is the learning... yeah, the learning material, you said that sustaining change. This is yes. needed to be prepared at Thursday, next Thursday? You need حضرتك هتحضري السيشن ان شاء الله. اول سيشن عند حضرتك هتبقى يوم الخميس تمام. أيوة. اللي هي الري انتري ان شاء الله. بعد كده يوم الجمعه في السستيننج تشينج. لازم حضرتك قبل ما تحضري السستيننج تشينج لازم حضرتك تبقي اتفرجتي على الفيديوهات دي. أيوة. ماست يعني يو ماست واتش اول ذا فيديو تمام قبل أوكي. ما حضرتك تدخلي السيشن بتاعه الاونلاين سيشن. اوكي ثانك يو دكتوره دعاء اتفضلي.
أنا بسأل بس يا أستاذ وليد about the virtual campus when we will use it just in booster presentation or when we will use the virtual campus. تمام. طيب this is a good question to know this is a very good question. We have a virtual campus and everyone will have an avatar to use this to attend the poster session and to present the poster inshallah. Okay, you will have a big training on the virtual campus to know this. Okay, it's a surprise. And بلاش المفاجآت. لا لا ان شاء الله مفاجأة كويسة. And you will take big time to know all the thing about the avatar and the event form and the virtual campus inshallah. Okay, inshallah. Thank you. You're welcome. Dr. Ayman, تفضل. Mr. Walid, I see a link for meeting of the next Friday, but on the Moodle, no link for Thursday. Okay. Will you send it by WhatsApp or update the Moodle with this link? Okay. Okay. Thank you, Dr. Ayman, for this comment. We didn't have a course for re-entry. Because of that, you cannot find a link to Zoom or course to Zoom. Okay, we will send tomorrow the link, and we will send again in the Thursday before the session. Okay, thank you. Thank you, Dr. Ayman. تفضل دكتور أيمن. بالنسبة للفيرتشوال كامبس هو في برنامج اوريدي اترسل ولا انا تمام تمام. بالنسبة للفيرتشوال كامبس هو ده هيبقى لينك هيتبعت لحضراتكم خلاص. اللينك ده هتنزلوا منه البرنامج اللي هتقدروا تخشوا بيه على الفيرتشوال كامبس تمام، وهيبقى في تريننج لحضراتكم قبلها تقريبا بخمس ايام او اسبوع، ازاي حضرتك هتخش الكامبس، ازاي تستخدم الافاتار بتاعك، لان ده حاجه لو حضراتكم دخلتوا على اليوتيوب وهبعت لحضراتكم اللينك، احنا كنا عاملين برومو كده للي هيحصل ان شاء الله. ده ببساطه شديده حضرتك هيبقى ليك فيرتشوال او هيبقى ليك افاتار او فيرتشوال كاركتر، حضرتك كانك في الحياه الطبيعيه بس فيرتشوال، بتخش حضرتك بتعرض البرزنتيشن بتاع حضرتك، بيبقى في اودينس، بيبقى في كوليج زمان حضرتك موجودين، وبتبداوا تشرحوا البوستر كانكم موجودين اوريدي زي ما حصل السنه اللي فاتت. فهي بس الموضوع فيرتشوال طبعا عشان موضوع الكوفيد. فحضرتك هتتدربوا وهناخد كل الاسئله اللي حضرتك عايزين تسالوها، ولو في محتاجين حاجه احنا كتكنيكال سبورت ان شاء الله مع حضرتك 24 ساعه. شكرا. العفو يا فندم. Any question? Dr. Khalif, do you have any question now? No, thank you. Just I want to add that as you mentioned, this schedules daily on daily basis should be communicated by Hamza through WhatsApp. That also helpful. Okay, Dr. Khalil. I tell this to Hamza and she will send it right now. Yeah, thank you. Thank you, Dr. Khalil. في أي أسئلة عند حضراتكم؟ شكرا يا أستاذ ويلست. العفو. أنا سعيد جدا إن أنا دخلت مع حضراتكم في ميتنج النهارده، كان نفسي إن أنا أقابل حضراتكم، وأنا يعني لما دخلت النهارده مع حضراتكم أنا حسيت بأجواء الانستيتيوت كنت مفتقدها، أنا بجد حسيت بيها قوي النهارده، ولما حضراتكم كمان دخلتوا البريك أوت رومز وبدأتوا تتكلموا كده بدأت أحس وأفتكر اللي حصل السنة اللي فاتت. إن شاء الله ربنا يعدي الأزمة اللي إحنا فيها على خير،
ونقابل حضراتكم إن شاء الله في حفلة التخرج السنة الجاية بإذن الله، وإن شاء الله بداية موفقة وسعيدة لحضراتكم.